وينضم معنا من مكة المكرمة الزميل أيمن الثبيتي. زميلي أيمن، أهلا وسهلا بك. أمير مكة المكرمة وجه باتخاذ التدابير اللازمة عقب اكتشاف حالات الجرب، فما هي تلك الإجراءات؟ نعم، بداية أحييك وأحيي كافة مشاهدي قناة الإخبارية في ظل المتابعة المستمرة لرصد حالات الجرب هنا في العاصمة المقدسة، والتعامل الأمثل معه تأتي متابعة إمارة منطقة مكة المكرمة وعلى رأسها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز، متابعة مستمرة وحثيثة حول كل الإجراءات الاحترازية التي من خلالها يتم حدة هذا المرض الذي ينتشر بين أوساط الطلاب والطالبات هنا في العاصمة المقدسة. طبعا من ضمن هذه الإجراءات هو إغلاق بعض المدارس، أيضا التعامل معها بشكل أفضل من إدارة مكافحة العدوى حتى لا يكون هناك انتشار وإصابة أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات. يعني العدد ما يقرب من 619 حالة من قبل الطلاب والطالبات هم مصابون بهذا المرض. أيضا إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تعمل بجانب الشؤون الصحية على مدار الساعة في نشر كل الفرق الميدانية، وأيضا من قبل أمانة العاصمة المقدسة من ضمن هذه الإجراءات الاحترازية. أهالي مكة المكرمة يعني أيضا هم مطمئنون نوعا ما اليوم من قبل جولة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على بعض المدارس هنا في العاصمة المقدسة، وتفقده وأيضا حديثه مع أبنائه الطلاب أن الوضع مطمئن نوعا ما، لكن نحتاج الكثير من الاطمئنان لدى أبناء العاصمة المقدسة حتى لا تكون هناك أيضا اكتشاف عدد كبير من الحالات لدى الطلاب ولدى الطالبات. هناك مصادر تؤكد أيضا وجود حالات للجرب بين طالبات جامعة أم القرى، وحقيقة أنا تواصلت شخصيا مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة سواء تنفي أو تؤكد، ولكن هناك بيان سوف يتم إصداره حول هل هناك إثبات لوجود حالات للجرب بين الطالبات في جامعة أم القرى والطلاب، لأن هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الإلكترونية تحدثت عن وجود حالات جرب في جامعة أم القرى، وبالتالي تعامل الفرق الطبية مع هذه هناك الحالات. زميلي أيمن، هناك فروع لجامعة أم القرى، أي فرع بالتحديد؟ وايضا أنا اريدك ان تتحدث عن فرع الزاهر العاصمة المقدسة الزاهر. فرع الطالبات، شطر الطالبات في العاصمة المقدسة. الفرق الميدانية الطبية باشرت التعامل مع هذه الحالات، وانا حقيقة اتمنى من جامعة أم القرى تنفي او تؤكد وجود هذه الحالات، ولكن يعني كما تحدثت معهم انه سوف يصدر بيان يؤكد او ينفي وجود حالات جرب بين الطالبات او الطلاب فرع الزاهر لجامعة أم القرى. نعم، الزاهر مختص بالطالبات أيضا. دعني أسألك عن الأحياء التي أقفلت فيها المدارس في مكة. طبعا الأحياء كثيرة التي تم تعليق الدراسة مثل فيها شمال مكة المكرمة، هناك عدد من المدارس تم تعليق الدراسة فيها لهذا اليوم وغدا، أيضا جنوب مكة، أيضا شرق مكة وغرب مكة. يعني هناك الكثير من الأحياء المدفلة، الزاهر، النورية، الشرائع، وبعض الأحياء المكتظة بعدد كبير من السكان واللي فيها سجلت حالات كبيرة جدا لحالات الجرب، تم تعليق الدراسة فيها حتى يتم التعامل مع هذه المباني الحكومية المدرسية بشكل أفضل وبشكل مثالي، يهيئ للطالب أن تكون هناك بيئة مدرسية جاذبة، وإلا تكون بيئة مدرسية مليئة بالأوبئة أو الأنظاف لا قدر الله. أيضا أهالي مكة المكرمة اليوم هناك يعني عدد كبير من الطلاب والطالبات لم يذهبوا إلى المدارس خوفا من الأسر على أبنائهم حتى لا تنتقل العدوى من شخص إلى شخص آخر. فبالتالي جولة الوزير يعني تأتي تأكيد واطمئنان بأن الوضع مطمئن، ولكن هناك سوف يصدر بيان أيضا من إدارة التعليم أو وزارة التعليم بشكل
مباشر حول الوضع الصحي والوضع الطبي للطلاب والطالبات هنا في العاصمة المقدسة. أيمن، هل هناك نقاط توعوية وضعت في شوارع مكة للحد من انتشار ذلك المرض؟ للأسف يعني فجأة ترى الجميع سمع عن انتشار مرض الجرب لدى الطلاب والطالبات، ولكن هناك إقبال كبير على أدوات النظافة الشخصية من قبل أهالي مكة المكرمة وشرائها وأيضا استخدامها. يعني يمكن هذا المرض وانتشاره أدى إلى أن تكون هناك العديد من الأسر المكية بشراء مستلزمات الطبية المعقمات، وهذا حقيقة أيضا يحد من انتشار هذا المرض بشكل كبير لدى أبناء العاصمة المقدسة سواء من الطلاب أو الطالبات. نعم زميلي أيمن، شكرا لك وعلى تلك المعلومات، أطلعتنا على مزيد من التفاصيل. كنت معنا من مكة المكرمة.